السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. حسن، ما في أسئلة على الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. رجاء رفع الصوت شوي. بعد إذنك يا شيخ، معلش كنت عايز أسأل سؤال بس. اتفضلي. هل الصور حرام ولا حلال؟ الصور إيه؟ الصور للحاجة لا تحرم، أما الصور صور مثلا صور عيالي مثلا على التليفون أو صور لنا على الهاتف الأمر سهل إن شاء الله، لكن تعليق الصور في البيوت تطرد الملائكة. تمام، أنا فاهمة، لكن أنا بتكلم على صورة التليفون. يعني لا، صورة التليفون الأمر فيها سهل، الله يحفظك. صور حلال ولا حرام؟ الأمر في صورة التليفون سهل إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا شيخ. السلام عليكم. هو كالمرآة يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. ابني عايز يشتغل حلاق. 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 أيوة. إذا انتظم على الشريعة فلا بأس. قد كان هناك. إذا انتظم استقام على الشريعة لا بأس. قد كان الحلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دعا النبي بالحلاق بعد أن رمى الجمرة فحلق له شعره. لكن ينتظم ويمتثل الأوامر ويتجنب المناهي. تجنب القزع وقصات الكفار وحلق اللحى ونحو ذلك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. كنت بسمع حضرتك يا شيخ، سمعت ان تكبير الامام نعم لازم يكبر وهو نازل للركن او هو طالع من الركن في اثناء الركن. هل ده لو ما عملش كده يبطل الصلاة؟ لا، الأمر في هذا سهل جدا، ولم يرد فيه تفصيل عن رسول الله، إنما يكبره مع كل خفض ورفع إجمالا. الأمر سهل، لا تتبع المتنطعين. هناك قوم متنطعون جدا. متنطع يقول لك لازم تبدأ حركة النزول بالألف من الله وتنتهي بالراء على الأرض. كل هذا تنطع لا معنى له. الله يكرمك. محمد شعبان حديث خير أجناد الأرض في سنده ضعف، بارك الله فيك، لكن عندنا استوصوا بأهل مصر فإن لهم ذمة ورحمة ثابت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ هاني المشاوي، تفضل يا حبيبنا. جزاك الله خير. وإياكم. شيخ، أنا بغيت أسألك عن ذيك العمل، يعني في شركة. يا حبيبي ارفع صوتك وانشط. نعم. ارفع صوتك، كن نشيطا. تعوذ بالله من العجز والكسل. تفضل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. تفضل. قلت لك يا شيخ، بالنسبة للشركة، يعني العمل في الشركة يعني ضمان تسمى بالتغطية الصحية ويسمى بالتعويضات عن الأبناء، يعني هل فيها؟ لا، لم أفهم السؤال جيدا. يعني وضح. شركة إيه؟ يعني شركة تأمين.
لا مش شركة، يعني الشركة التي تشغلك تسجلك في شركة تأمين مثلا. ايوه نعم، يعني انت موظف بغير ارادتك، هي تقطع من 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 اجرتك الشهرية، ايه فتسمى تأمين عن الشغل هكذا. يعني شركتك تؤمن عليك رغم عنك. رغم عنك. خلاص، اذا كان ذلك كذلك ومرضت فلا بأس أن تتعالج، ما دامت الشركة التي تدفع وهي تتحمل اسم صنيعها. بالأطفال، أطفال يعني حتى هم أتقاضى عليه مثلا 200 درهم في الشهر للواحد. إذا كانوا أمنوا على الأطفال أيضا فلا بأس أن يتعالج الأطفال عندهم. جزاك الله. وإياك، الله يبارك فيكم. أمان الله. الله يمنك. سلف وبين أن مسألة رفع الأعمال في ليلة النصف في سندها ضعف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي، كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب، الله يحفظك. حضرتك أنا بس سؤالين وحضرتك تفيدني فيهم، مش هيطول على حضرتك إن شاء الله يعني. حضرتك أنا عندي قناة على اليوتيوب وعاوز أعمل سلسلة عن قصص الأنبياء في رمضان. حسن. إيه الكتاب اللي سيادتك أو حضرتك تنصحني إن أنا أقرأ منه وأعمل منه السلسلة دي إن شاء الله؟ أنت من أي البلاد؟ أنا من الزازي من مصر. طيب زرنا، أنا عندي كتاب طيب وحديثه محققة اسمه نعم. قصص الأنبياء. نعم. قصص الأنبياء، تعال خذ نسخة هدية 6 مجلدات واستفيد منه. جزاكم الله خير. الله يكرمك، الله يبارك فيك. ابنة السلف، الله خير الرازقين يا ابنة السلف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا شيخ، أنا لي أخت أصغر مني، عندها طفولة متأخرة ولكن هي بالغة يعني من حوالي 2 عامين. فالعام الماضي في رمضان أفطرت كم يوم ولم تقضي منهم إلا 2 يوم، والآن حاولنا نفق كتير إن هي تصوم تاني، فهي رفضة تماما وبتقول لنا خلاص رمضان خلص وأنا ما عليش أي حاجة. فاحنا لو احنا مثلا حاولنا ان احنا نتعامل معاها ان احنا نقول لها لو صمتي هنجيب لك مثلا كذا هديه، هل لا تكون كده نيتها خالصه لله ولا يصح الصيام؟ ليتك تفعلي، ما في مشكله، كلامك طيب ومقصودك طيب، الحمد لله. شكرا وجزاكم الله خير يا عمر ابن محمد. ضع ابني يا عمر. هل اصحاب الكبائر الذين يفعلون جميع الكبائر هل توبتهم تنجيه من النار؟ الله قادر على كل شيء، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. السلام عليكم. وجزاكم الله خير يا أحمد بن زيدان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. يا شيخ، لو أنا في محافظة ولي قريب في محافظة أخرى مريض، هل يزور إني أسافر أزوره؟ نعم. لو أنا في محافظة ولي مريض في محافظة أخرى، هل يجوز إن أنا أسافر أزوره؟ وما المانع؟ لا تشد الحال إلى لثلاث يا شيخ. لا لا لا، أنت فهمت غلط. نعم، هو الصحيح. لا، الصحيح لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه اعتقادا لفضيلة فيه. طبعا. إلا للمساجد الثلاثة، فالمستثنى منه المساجد. أما شد الرحل لطلب العلم، لعيادة مريض، لعمل بر، لإصلاح بين الناس، كل هذا لا مانع منه. وهذا الذي أخطأ يا شيخ عشان أزور مثلا قبر سيدنا الحسين، قبر السيدة زينب. لم يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، لم يشدوا الرحال لزيارة قبر، هذا المستند. لكن أخطأ من تكلم من أهل العلم وقال إن المستثنى منه عام، إن المستثنى منه عام، أخطأ، إنما المستثنى منه المساجد. ولا أنت ستمنع كل الأسفار الآن؟ نعم، ستمنع كل الأسفار. طالب في الجامعة في كلية الطب أسيوط مثلا شد الرحل لزيارة لدراسته، هل تستطيع أن تحرمه؟
لا انا كنت بسال بس عن جواز الشد بحال مثلا لزياره براحه او لا ما لا انت غيرت الكلام الان، غيرت في الكلام الان. على العموم مساله شد الرحل لزياره القبور لا بد فيها من التفصيل، التفصيل يتمثل في الاتي: ماذا تشد الرحل لزياره القبر؟ سؤالي للمودة في القربة، قرب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل صورة هل الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى البقيع وكان لا يعني عموما كان يذهب إلى البقيع. نعم، لكن هل شد الصحابة الرحل لزيارة قبور آل البيت؟ لأن فعلك يتضمن أنك تسألهم كشف الضر. لا 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 يتضمن، انتبه انتبه زيارة فقط. لا طيب. لا اسال احد كشف الضر. طيب سؤال، احسنت 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 قطع ماشي، لكن ما المنع ان تزور قبور الصالحين عموما؟ بارك الله فيكم ان شاء الله يا ام سلمى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حضرتك يا شيخ، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ وهل لما كل اقدار مكتوبه قبل ما يتولد، امال ايه اللي بيتكتب في ليله القدر؟ وايه الحاجات اللي لنا فيها اختيار والحاجات اللي الانسان ملوش فيها اختيار؟ لما هي كل حاجه مكتوبه، امال الانسان ايه اللي بيختار؟ انت تريدين شرحا واسعا، بارك الله فيك. ممكن ترجعي للدروس، دروسنا في القدر على اليوتيوب مفصل فيها. الله يكرمك. لكن عليك ابتداء ان تؤمني أن الأمور كلها قدرت، قدرت قبل خلقنا، لقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق النفس، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أيضا: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. كذلك: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. كذلك: لكل أجل كتاب. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق، في رواية كتب مقادير الخلائق، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فالأمور مقدرة ومكتوبة. ولكن أيضا مع إقرارنا وإيماننا بأن الأمور مقدرة، فيلزمنا العمل الصالح كما أمرنا. قدر الله الرزق وقال: فامشوا في مناكبها. قدر الله الشفاء وقال: تداوى النبي تداوى عباد الله. قدر الله النصر ولكن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. باختصار شديد: ولا تدخلي في متاهة، ولا تدخلي نفسك في متاهة. فهمتي؟ أيوة مع حضرتك. وأنا بس بقى أيوة باختصار التفاصيل الأخرى. يعني نحن عندنا على نسق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنا مؤمن أن الأمور مقدرة وفي ذات الوقت أعمل صالحا. انتهى الكلام باختصار شديد. الله يوفقك. راجع بقى التفاصيل فيما ذكرته لك من كتاب. الله يكرمك. مرحبا يا فضيلة الشيخ محمد شعبان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أخ حمدي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ألف ألف مبارك عليكم. الله يبارك فيك ويسلمك. بارك الله لكم وبارك عليكم. جزاك الله خيرا. وإياك. في ناس يحبونك كثيرا من إخوانك الذين معنا على هذه الصفحة، ويسألون عن الأخ حمدي، أعجبوا بكلامك وطريقتك، فلا تحرمهم يا شيخ حمدي. بارك الله فيك. كان صحة حديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ببني إسرائيل والسجدة. هذا الحديث معلول ولا يصح الخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يقرأ السجدة الإسراء والسجدة، لا يصح الخبر، خبر معلول. خبر معلول. نعم. وكذلك لا، وكذلك سورة تبارك الخبر بقراءتها عند النوم معلول. لا المنجية الذي تنجي صاحبها من عذاب القبر. ضعيف. طب وهل النبي صلى الله عليه وسلم السلام اشرب لبن أصيل من أسوان غير مشوب بماء، بارك الله فيك، شبه بالعسل. ماشي. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم كل جمعة في صلاة الفجر للسجدة والإنسان؟ لم يرد خلاف ذلك، كان ثابت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان. بارك الله فيك يا أحمد بن عمر، بارك الله فيك يا إبراهيم بن موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مصطفى. اتفضل. كنت عايز أسألك سؤالين سريعين. أول سؤال، لو واحدة يعني ما كانتش محجبة وأنا يعني ملتزم يعني والحمد لله، وتحجبت متأخر خالص، هل أتجوزها ولا أتزوجها ولا أبحث عن حد أفضل؟ يعني متى تحجبت؟ في الكلية. طيب يعني تابت. نعم تابت من تبرجها واستقامت. هي متبرجة يعني متبرجة، بس ما يعني ما بقت محجبة. أنا مش عارف متبرجة بس بقت محجبة يعني تقصد يعني لسه بتحط مكياج وكده وتمشي وجهها مكشوف؟ نعم تمشي وجهها مكشوف وتضع مكياجات في الطريق؟ نعم. وأنت رجل صالح؟ نعم. هل ترضى لزوجتك أن تمشي بمكياج والناس ينظرون إليها؟ لا بس أنا والدي بي 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 لا عليها لا شوي. طاعته في المعروف، قل لي يابا أنا أريد زوجة كريمة طيبة مستورة لا يراها الرجال يا أبي. وأنا أحب النقاب وباخد رأي حضرتك في النقاب، وجزاك الله عنا كل خير. الله توكل على الله، اختر زوجة صالحة تمام تعينك على أمر دينك وأمر دنياك. تمام. السؤال الثاني أستاذن حضرتك، برضه أنا مختلف مع والدي في إن هو جايب لأختي تليفون هاتف ذكي وهي صغيرة في السن، وأنا بقول له كم عمرها؟ لحد كم عمرها؟ في تالتة إعدادي، يعني حوالي 14 سنة مثلا. مستقيمة؟ تصلي؟ أنا أخشى عليها يا شيخ مصطفى. لا يعني هل إذا كانت مستقيمة ويمكن تقويمها فقوموها ويعني بالرفق واللين، أما إذا كانت غير مستقيمة فستفسد بهذا الهاتف، والله أعلم. السلام عليكم. نعم نعم أولا المسح على الجورب من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فمن العلماء من لا يجوز المسح على الجورب أصلا، بعض أصحاب المذاهب الأربعة بعضهم، وذلك عندهم لأن أحاديث المسح على الجورب ضعيفة، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الرجلين للكعبين. قالوا فلما لم يأتي صارف عن هذا النص للجورب بقينا مع الأصل، وهو أننا لا نمسح على الجورب، نغسل الأرجل. وذهب فريق من العلماء إلى تجويز المسح على الجورب مستدلا بثلاثة أمور. الأمر الأول حديث أن النبي توضأ مسح على جوربيه لكنه ضعيف معلول، ضعيف معلول. والثاني فعل بعض الصحابة. والثالث القياس على الخف. فلما قاسوا على الخف استلزموا في الجورب ما يستلزم في الخف من أنه ثخين ويستطاع المشي عليه. هذا باختصار شديد وفقك الله.
بارك الله فيك يا فهد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الذي كان يتكلم على آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويقول إنه يشد الرحل لزيارة قبورهم، أقول وبالله تعالى التوفيق، هذا موقفنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نعتقد تماما قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية الكريمة أتى بعلي وفاطمة وحسن وحسين وجللهم بردائه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ونعتقد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وكذلك نقر بقول الله تعالى ولا نتردد فيه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أن تصل القرابة التي بيني وبينكم. ونقر بأن حسنا في الجنة وحسينا في الجنة، وأبوهما علي أفضل منهما وهو في الجنة، وأمهما فاطمة أفضل منهما وهي في الجنة، بل سيدة من سيدات نسائها، وجدتهما خديجة رضي الله عنها في الجنة، ورسولنا محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كلهم. فنقر لآل بيت الرسول بالفضل. ولكن لا يخفى عليكم أن النبي قال: من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. وأن من ذرية إبراهيم وإسحاق قال تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وأن أبا لهب من بني هاشم. فالصالحون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقر لهم بالفضل، ولهم علينا حق بل حقوق. أما من بطأ به عمله لم يسر به نسبه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تخصيصهم وتخصيص قبورهم بشد الرحل ففيه تكثير لسواد أهل الشرك الذين يذهبون لالتماس النفع منهم وهم أموات، أو لكشف الضر، أو كي يكشفون الضر، أو يجيبون المضطر. فالذي ظهر ويظهر أن الناس تذهب لقبور بعض آل البيت وتدعو الميت هنالك من دون الله، فذهابك إلى هناك تكثير لسوادهم وإيهام للناس أنهم يكشفون الضر ويجيبون المضطر. وهذا هو الذي جاء النبي عليه السلام لمنعه. النبي جاء يضع الأمور في نصابها الصحيح بإذن ربه، فيقول صلى الله عليه وسلم، يتلو الكتاب المنزل عليه: قل يقول ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالغلو مذموم من قيله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا وحبيبنا وتاج راسنا الشيخ مصطفى، والله اتفضل. الله يسلمك، ربنا يحفظك يا شيخنا. بقول لشيخنا بعد اذن حضرتك، بنت اختي طالبة الطلاق من زوجها، وهي اللي طالبة الطلاق، فهل يحق لها المؤخر المكتوب في القايمة؟ إذا طلبت الطلاق لكونها متضررة ينظر في دعواها، إذا أثبتت الضرر
إذا أثبتت أنها متضررة فسيكون الطلاق للضرر ولها كل مستحقات المطلقة. أما إذا لم تكن متضررة وقالت أنا لا أريد الزوجة ستكون مختلعة. فالقاضي ينظر هل هي بالفعل متضررة وهل أثبتت هذا الضرر أم ليست بمتضررة، ومن ثم يأتي الحكم والله أعلم. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يبارك. بقول لحضرتك استفسار بسيط بعد إذنك. استفسر. القايمة بتاعتها متعانة معايا، القايمة قائمة العفش من قولات متعانة معايا، وهي عاوزة تاخدها علشان تشتكي، لو اديتها لها يبقى حرام عليا. حسن، في واحد يقول لك احذرها، واحد رافضي. نعم نعم. بقول لحضرتك القايمة بتاعتها متعانة معايا، عينين القايمة معايا، وهي عاوزاها تاخدها مني علشان تشتكي بيها، يجوز اديها لها ولا يبقى حرام عليا؟ لا، سلم لها قائمة أساسها لأن هذا حقها. نعم. أنت لماذا تتسلط عليها وتسلبها صداقها؟ هذا صداقها. نعم. هي ترفع قضية على عند القاضي والقاضي ينظرها. نعم. إنك ما شكرا لله يا شيخنا، ربنا يرفع قدرك. حبك الله الذي أحببتنا فيه. حاضر. في واحد رافضي يا حسن. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اسمع شيخ، الله يهديك في خلوصنا يا شيخ، وربنا يطول لنا في عمرك في طاعة الله جميعا يا رب. اللهم آمين. لو سمحت سؤال يا شيخ. تفضل. واحد ملقب بقهوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك، هو ينفع الفلوس اللي هي الزكاة، فلوس الزكاة بتاع المال والذهب، ينفع أعطيها لزوجي؟ هل زوجك فقير؟ يعني متوسط الحال. يعني أنا جئت الآن. كثير بيتعب. عفوا يعني. عفوا، إذا أنا جئت الآن بلدتكم وسألتك من الفقراء والمساكين في بلدتك حتى نعطيهم الزكاة، ترشديني إلى زوجك؟ لا لا خلاص. إذا لا تعطيه الزكاة. تمام. شكرا جزاك الله. ما ظلمت أحدا يا إيهاب، لكن شوفوا يا حسن إذا كنا ظلمناه لا تحذر. ماشي. هذا المهم يا إيهاب، الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت سمعت فتوى لحضرتك إن شقق إسكان فيها شبهة ربا. نعم. طب لو أنا هشتري من حد اشترى من الإسكان بس هو لسه ما خلصش الأقساط، نفس الحكم؟ لا، إذا انتظمت في السداد ولم يتراكم عليك ربا لا بأس. معلش مش فاهمة، ممكن حضرتك توضح؟ يعني في غرامات تأخير أحيانا يفعلوها. لا معلوش غرامات تأخير، هو أنا هشتري منه الشقة بس هي لسه عليها عدد أقساط للإسكان. ما فيها مشكلة عليك أنت. نعم؟ عليك لا إشكال، إشكال على من اشتراها أولا. يعني لو اشتريت منه ما فيهاش حرمه ليا ان شاء الله، بس صيغه العقد تضبطيها. صيغه العقد تضبطيها. تفضلي. بالنسبه لو انا مثلا بشتري لحد حاجه بالقسط وهو عايزني اشتري له ذهب وابيعه له بالقسط، ذهب اسوره رويشه، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لا يجوز بيع الذهب بالاجل. شكرا. مش عارف يحسب تويتر اللي بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام عم الشيخ. تفضل. حضرتك عم الشيخ، دلوقتي زوجتي كان عليها ايام في حمل، في الحمل ايام في رمضان فطرتها. تمام تمام. هقول لك يعني ساعة
سمعني يا شيخ؟ ايوه سمعك. وسيدخل عليها رمضان وهي لم تقدم عليها تقديمه. اي عليها ايام يا شيخ وهي حاليا بترضع، ورمضان طبعا تعيد ايام وعليها ايام، هل تتكفر على الايام ديت وما تصومهاش تاني؟ تعيد هذه الايام بعد رمضان. يعني ما ينفعش تكفر عنها؟ لا، على الراجح من أقوال العلماء. طيب يا شيخ حاجة تانية يا شيخ، قراءة المرأة للقرآن في البيت وهي تكشف شعرها حلال؟ جائزة، والأولى ستر شعرها. والأولى يا شيخ؟ والأولى أن تستر شعرها. تمام يا شيخ. سؤال تاني معلش يا شيخ هاتفك معايا. نعم. دلوقتي يا شيخ احنا بنعمل زي شورة رمضان أو حاجة زي كده، تمام؟ فبيكون العدد مثلا وليكن حكم الناس الذين يذهبون إلى أماكن معينة مثل بئر مياه مثلا بغرض الشفاء، لابد فيه من التفصيل. إذا كانت هذه الأحياء الآبار مثلا فيها مواد معدنية وأملاح قد يعالج بها الجسم والأمراض الجلدية، فلا بأس كالذي يستحم في بحر من أجل علاج لجلوده. لكن إذا كانت لأشياء أخر ينظر إلى الأشياء الأخرى ما هي ولماذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لحضرتك لو سمحت. اسأل. حضرتك أنا مثلا دلوقتي أستاذ تاريخ، فمثلا بنناقش دلوقتي يعني حاكم مثلا أو شخصية مثلا عملت حاجات غلط، فأنا بتكلم عليه هو كده نقسم أو غيبة؟ معاصر ولا قديم ولا ايه؟ الاثنين، عايز اعرف الحالتين، واحد مثلا عايش وواحد ميت. لا يعني انت كم عمرك؟ انا حضرتك 16. 16 سنة؟ اه. طب تجيب معلوماتك منين بالنسبة للذين ماتوا؟ لا ايه؟ من اين ستأتي بمعلوماتك عن الذين ماتوا؟ يعني مثلا كتب التاريخ مثلا ما هي كتب التاريخ؟ ما هو انت وقعت في الاشكال نفسه. ان كتب التاريخ في كل زمان يكتبه الاقوى. الأقوى الملك القوي أو الرئيس القوي يصيغ التاريخ في زمانه بالشيء الذي يريده هو، ده بصفة مضطردة. يعني معلوم أن التاريخ يصيغه الأقوى. فمثلا في بني أمية مثلا ما يمكن أن يكتبوا حديث فضل علي إلا قلة قليلة من أهل الحديث، بل كانوا أحيانا بني أمية ينالون من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. فالتاريخ الذي سيكتب في هذه الآونة لا يطمئن إليه، وهكذا في كل زمان. في زمان مثلا الإنجليز يحكمون مصر، هذه الحقبة من التاريخ مش هيتكلموا على الإنجليز. أنت فهمت الكلام؟ فانشغل بشيء آخر أفيد لك، قال الله قال رسوله. الله يكرمك. يقول هل يجوز ذبح عجل صغير لبنتين وولد عقيقة لهم؟ العجل يعني في إشكالية من كون العجل صغير، لأن من العلماء من يستلزم في العقيقة ما يلزم في الأضحية من السن، لكن في الحقيقة أنه ليس هناك نص خاص بالعقيقة يعني يلزم فيها بما يلزم في الأضحية، إلا عموم نص النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا تذبحوا إلا مسنة. وهذا مخرجه في الأضاحي، مخرجه في الأضاحي، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل. انا اتفضل، انا بعت لحضرتك صوره العقد بتاع الشقه الاستثماري بتاعت هيئه المجتمعات اللي حضرتك طلبته مني. والله يا اخي النصوص التي اتتني او عفوا الرسائل التي اتتني في هذا الصدد بعد الاطلاع عليه وجدت فيها شروطا ربويه. الا اذا كان لك انت شيء خاص. هو لا
ان انا انت ارسلت لي عفوا ارسلت لي على اي هاتف؟ على بتاع عبد الرحمن اظن. تظن عبد الرحمن غير موجود الليله على 010990. ايوه ساسال عبد الرحمن عنها، لكن عموم الاشياء التي وصلتني فيها بنود ربويه. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. الله يبارك في عمرك. ما السؤال يا ام تاويل ماهر ابن صالح؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام. الله عنا خيرا. واياك تفضل. لا انا خليك باذنك يا شيخنا. انا ذهبت المعرض اشتري عربيه اجر اكل عليها عيش، وقال لي اخلي البنك يشتريها ويقسطها لك. لا تفعل. هذا يجوز؟ لا يجوز. جزاك الله خيرا عنا يا شيخ. واياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله في نعم من الله سبحانه. شيخنا الكريم، شخص ما اختنس مبلغ من صديقه من فترة طويلة يعني، ويعني هو الفترة اللي فاتت دي كان عاجز عن سداد المبلغ ده، والمبلغ ده كان حوالي 1500 جنيه، واللي منعه عجزه، فهو الآن يريد أن يسدد هذا المبلغ. كيف يسدده؟ من كم سنة؟ من حوالي 18 سنة كان اختلس مبلغ 1500 جنيه؟ أي. ويريد سددها الآن؟ نعم يريد سددها. وصاحب المال عارف هذا الكلام ولا كان سرق؟ لا ما يعرفش، لا ما يعرفش. أيوه. لا والله ننصحه يرده بأكثر وأكثر وأكثر، لأن أولا ظلم الرجل سنوات طويلة. نعم. والمبلغ انخفض انخفاضا شديدا، ولم يكن قرضا إنما كان مالا مسروقا. نعم. فإليته يستطيع يسدد أضعاف المضاعف إن استطاع. هو حضرتك يعني ما منعه ان هو عاجز عن الوفاء. طيب والان عاجز والان عاجز ايضا؟ الان عاجز، لكنه يعني حيستطيع لو سدده على مراحل حد. والله يا اخي الكريم يلزمه انه كان بيتلقى الصدقات يعني. يجتهد في سداد ما عليه من الدين، لانه ليس دينا، ده مالا مسروقا. نعم. يجتهد لسداد المسروق. يعني تقريبا كم كذا يعني؟ والله معنى من إيه من من 18 عاما، ليس قرضا. لو قرضا قل له رده كما هو مثلا. اي نعم. لكن هو ليس قرضا، ده مال مسروق، فاضررت ب 18 عاما واخذت اموالي. نعم. والان 18 عاما، اذا كان 18000 الجنيه يساوي الان مثلا 10 اضعاف على الاقل، ولا 7 اضعاف. نعم. ماشي سوايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا شيخ عندي سؤال. الواحد وهو صايم بيخرج على بقه اثناء الكلام، يعني بيطلع على الشفتين، حكم بلع الريق ده تاني؟ يا اخي لا يفطر، ليس اكلا ولا شربا. يا اخي لا يفطر، الله يحفظك. جزاك الله خير. وياك. حبك الله يا انس الكلساني. كلساني عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أكرمك الله وطال الله عمرك في فطاعته إن شاء الله. يا رب آمين وإياك. تفضل. الله يبارك فيك. كنت عندي بتاع الذهب، فبقول له على القديم والجديد، يعني بقول له أنا بعت اللي معايا الأول وقبضت الفلوس واشتريت انا معامله تاني. فهو بيقول لي لا عاد، يعني الذهب سلعه مش نقد. انت هتستفتي تاجر الذهب؟ هو تاجر الذهب يهمه مصلحته ولا تستفتيه هو؟ هو ليس بمفتي. لا هو بيقول لي ده علماء بيقول لي كده. يا اخي اتركه اتركه الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله.
دلوقتي يا شيخ انا اخت مراتي كان باباها من 11 سنه ابوها يا حبيبي انت كبرت خلاص، باباها وماماها كده الاطفال، ابوها كان حاطط 11000 جنيه في البوسطه. تمام الفلوس حاليا، بابا طبعا ابوها مات من 11 سنه الفلوس حاليا بقت 50000، وهم ثلاث بنات وما لهمش اخوات ولاد. طبعا البنت حاليا اتخطبت واتكتب كتابها عاوزين يجوزوها. لو هنطلع الفلوس الفوائد ديت عشان هي طبعا فلوس ربا هيتبقى لنا ال 11000. طيب هندور على حد يجهزها علشان هي ثلاث بنات يتامى ما لهمش ولا اب ولا اخ. أنت تلحن بالكلام حتى نجوز لك الربا؟ لا أنا ما هو كده بالضبط كده، يعني هو الأصل أن الفلوس فوائد ربوية. تمام، الزيادات لو طلعنا الربوية. الفلوس ديت عشان هي فوائد ربوية هنعمل إيه للبنت طيب؟ والله لو عطف عليها الناس لن يعدموا خيرا. تمام، لكن لو جبنا لها أجهزة وحاجات بالفلوس ديت لا يجوز. الله يسلمك، هذا الذي أراه. انت من ابو كبير؟ لا من الشرعي. جنب ابو كبير اكيد. جنب ابو كبير. انت واخد لهجة الكوابرة. ماشي تفضل. ماشي يا شيخ. البنت مظبوط كده ولا؟ بتقول يا شيخ؟ انت تقول البنت. هي بنت. بنت. يعني تقول البنت. هي البنت. هي البنت ولا البنت؟ لا البنت. البنت احسنت. ماشي. الله يخليك يا شيخ. ماشي. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالكم يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فما الحكم لو دافع الأخبثان هو في الصلاة في آخر ركعة مثلا؟ الصلاة تكره لا تبطل. النفي نفي الكمال ليس بنفي للأصل. النفي نفي الكمال ليس بنفي للأصل. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت في يده كتف شاة فأقيمت الصلاة فتركها ولم ودخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. طب بالنسبة لحديث فضيلة الشيخ الآن بردت عليه جلدته، هل هذا خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تأخروا في قضاء الدين عنه لا يثبت. نعم بارك الله فيكم وفضل الشيخ. الله يحفظكم. شكرا يا أخت علا بنت كامل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى، العدم معي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى معك. بارك الله فيك يا شيخ، أسألك الدعاء لي أنا في ثالثة ثانوي والكل عيالي. الله يوفقنا وإياك وبناتنا. عندي سؤال. بناتنا ولاد المسلمين يا رب. جارتي بتسأل. كل لي سؤال. ما السؤال؟ جارتي تسأل بتقول هل ينفع تاخد برشام منع الحيض طيلة شهر رمضان؟ يجوز لكن الافضل عدمه. الافضل عدمه. لماذا؟ لانه لن يسبب ضررا ويورث وسوسه. الحيض لن ينقطع في كثير من الاحيان 100%، فستجلس في شكوك. لكن عموما اذا افترضنا ان هناك انه ثم دواء يمنع الحيضة ولا يسبب ضررا وتناولته امرأة كي يتسنى لها أن تعتمر وأن تصوم وأن تحج لا بأس بذلك. بارك الله فيك يا شيخ، نسأل الله أن يجمعنا بك في الجنة، والله نحن نحبك في الليل. آمين حبك الله. نعم يا أختي هبة، ما سؤالك؟ عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ كفارة الزهر ذكرها الله في كتابه، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا على الترتيب. طيب هو يعني إيه للزهر، يعني الصيام لمين الأول، يعني للأولوية ولا إيه؟
الأولية تحليل الرقبة لكن غير موجودة، فننتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين قبل أن نجامع. إن عجز أطعم 60 مسكين. طب معلش يا أستاذ حضرتك، العجز لمين؟ العجز لمين؟ العجز لمين؟ العجز يعني لو عجز يعني إيه يعني مثلا؟ يعني واحد لا يستطيع أن يصوم. يعني ممكن مرضى الضغط والسكر معايا عذر ممكن؟ ممكن إذا كان لا تستطيع أن تصوم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن. احنا اشترينا شقة في اللي هي دار مصر بتاعت دمياط ديت، ورواتي بسمع حضرتك في الفتاوى حضرتك بتقول ان شقق الاسكان والحاجات ده حرام، فاحنا ما كناش نعرف كده، واحنا عفى الله عما سلف وعندنا شيء اسمه العذر بالجهل. طب احنا نعمل ايه؟ طيب احنا لسه علينا سنة في الله. معذورة بجهلك. خلاص شكرا يا الله يسلمك. حبك الله يا نور الهدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، ماذا عندك؟ سؤال يا شيخ. سل. هل الولد إذا استمنى يعتبر بالغ؟ نعم بالغ. هل ينقص أجرها إذا قرأت القرآن وشعرها مكشوف؟ إذا غطت شعرها تؤجر أكثر إن شاء الله. ورد أثر لكن ليس عن الرسول، الله أحق من تزين له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الحمد لله. أحسن الله إليكم وعافاكم. وإليكم وعافاك ربي. عندي سؤال يا شيخ بعد إذنك. تفضل. بالنسبة للمرأة اللي يعني عندما يكون نسبة الدهون في جسمها تكون أحيانا مقززة بالنسبة للزوج مواضع معينة، هل يجوز لها أن تجري عملية جراحية؟ إذا كانت مرضا وصلت لحد المرض الله يحفظك. إذا كانت مرضا. أيوة. غير المرض لا يجوز؟ والله ما يجوز. لا زوجها ما هو الآن سنتطرق إليه. زوجها يقول أنفك كبيرة، تعمل عملية تكسر أنفها، بعد ما كسرت أنفها زوجها يقول لها أنفك بقت صغيرة ماشي عجباني، تشتغل كده؟ لا، تغيير خلق الله إذا كان هناك ضرر واضح. يعني حتى لو كانت الأمر ينفر الزوج لا يجوز؟ والله ماشي. ولو منفر للزوج، ما الزوج إذا نفر فيه غيره يفرح بالحاجات دي. يعني كل الأزواج على وتيرة واحدة. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كان عندي طفل عنده سنة وكان بيلعب بلعبة وتسببت في ان هو مات وهو طفل صغير. الله يرحمه. وهل كده يعتبر ده قتل خطأ؟ ولو قتل خطأ بقى علي انا ايدية عفوا بالضبط، وعلي صيام شهرين متتاليين. ليه ايه اللي حصل بس اخبرينا؟ هو كان بيلعب بلعبة، كان عنده طفل كان عنده سنة ووقفت في عند الحاجز يعني سددت له أجرى التنفس بتاعه، وحاولت أنا ووالده نطلعها ونقلبه ونخبط له بس ما عرفناش. هل يعني أنت هل أنت المستشفى الدكتور قال لنا إن هو خلاص مات، وبس بعد كده قالوا ليس عليك شيء يا أختي، الله يغفر لك ويرحمه يا رب يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. تفضل. عندي تنقيط كده ساعات بعد الاستنجاء. نعم. قبل الوضوء. نقط بول بعد الاستنجاء. ديت غالبا بتيجي يعني بعد الاستنجاء مباشرة كده قبل بعد ما بتوضأ. على كل توضأ قبل الصلاة بزمن. عفوا ادخل الحمام قبل الصلاة بزمن. وبعد كده اهدأ شوية وارجع.
وبحاول قدر الامكان في الاستنجاء ان انا بحاول اعمل كذا حركه كده، يعني بنزل وبطلع بجسمي كده عشان خاطر لو في اي حاجه يكون الموضوع منتهي تماما يعني. والله يا اخي هذه المسائل من اشد المسائل اشكالا، فنحن نقول اما ان تؤجل دخول الحمام الى بعد الصلاه، يعني تتوضا بدون دخول الحمام، او انك تدخل الحمام قبلها بزمن وبعدها تصفي نفسك وتنظف نفسك وتاتي الصلاه. انا بحاول قدر الامكان اعمل كده، بس ساعات بيبقى الوقت ضيق ان انا ضروره بقى وانزل الصلاه مباشره. لكن لا، حالتك ليست سلس بول، حالتك ليست سلس بول. تمام يا مولانا، تمام، ربنا يكرمك. بارك الله فيك وفي والديك يا أبا أنس. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. والله أنا عاوز أتكلم مع حضرتك في موضوع كده، يعني أنا زوجتي أنا عاوز أتزوج عليها، وهي بتقول لي يعني لو اتزوجت انا اسيب لك البيت والعيال واتطلق مثلا يعني. ماشي، بعدين ما المشكله يعني؟ ما السؤال؟ هي هنا يعني هي هنا بتسال هل هي كده عليها اسم لو هي انا بقول لها انت يعني هتختلع منك يعني هتختلع منك ولا ايه؟ بتقول لي هي هتقول لها اقول لك طلقني واسيب لك البيت واخد العيال مثلا. هي هنا بتسأل، هي بتسأل، ما انا بنناقش انا وهي، هي هنا بتسأل بتقول هل هي كده عليها وزر، هي كده تبقى يعني اذا اختلعت، اذا اختلعت لا وزر عليها يعني. هي لو مش يعني قصدي افترض انها اختلعت، قالت خلاص انت تزوجت علي انا لا اريدك، مهرك كامل اللي دفعته لي 1000، خذ ال1000. يعني هي لو مش عاجبها مثلا انا اتجوز عليها هي بتبقى اختلعت. هتختلع بقى كده، لان انا انوه لان زوجتك الظاهر عندها بعض الفقه في، فهناك حديثان، الاول المختلعات هن المنافقات، والثاني ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه، كلاهما ضعيف. كلاهما ضعيف، لكن نحن ننصحها بالصبر افضل. بارك الله فيك. ماشي، الله يسلمك، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ويديك الصحة والعافية إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم. الله يحفظك. أنا أنا دلوقتي موضوع القسط، يعني أنا هشتري سلعة بالقسط يا شيخ مصطفى، يعني عايزك تفيدني فيها، يعني مثلا كل تاجر بيبقى ليه نظام معين، فيعني عايزك حضرتك تقول لي إيه الصح، يعني مثلا أنا أقول لك إيه الصح إن شاء الله. إذا كنت أنا أملك السلعة هذه من حقي أن أبيعها نقدا أو إلى أجل بعشرة أو بألف، أنا حر. ماشي، خلاص كده. أنا هذه سلعتي، تمام، يجوز لي أبيعها نقدا ويجوز لي أن أبيعها إلى أجل، يجوز أن أبيعها بقليل، يجوز أن أبيعها بكثير، أنا صاحب السلعة وأنا أحق بها، هي حلالي. تمام. وأنت يا مشتري بالخيار، إما أن تشتري وإما أن ترفض على الإجمال. لكن إذا قلت لك هذه السلعة بألف، ادفع 500، تبقى عليك 500 أنا قصتهم بالفائدة الربوية يكونوا 700، كده لا تجوز، تفصيل هذا لا يجوز. طيب يا شيخ مصطفى، لو السلعة دي يعني مثلا أنا هاخد ثلاجة مثلا، يعني ثلاجة أو تليفون، التليفون اللي أنا عايزه هو بيجيب تليفونات، التليفون اللي أنا عايزه يعني الموديل نفسه مش عنده بس هو هيوفره لي. إذا وفره لك من حقك بعد ما يتملكه أن ترفض أو تتمم البيع، لا تلزم به إلا إذا تملكه هو وأنت عقدت معه عقد البيع. يجوز إن شاء الله. يجوز إن شاء الله. ربنا يبارك فيك وإياكم. ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرقبة عند الوضوء. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كان عندي ثلاث استفسارات بعد إذن حضرتك. تفضل. الأولى أنا عايش خارج مصر وبشتغل شغل محاسب ضريبي، يعني مكتب محاسبة ضريبية. يأمرونك بالتزوير؟ إيه؟ يأمرونك بالتزوير؟ لا 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 لا. طيب. أنا بعمل محاسبة ضريبية، والعملاء جميع عملاء المكتب المحاسبة اللي أنا بشتغل فيه محلات خمور. أنت مجبر على هذا العمل أو مختار؟ لا مختار، وممكن أنا يعني في إن أنا أدور على شغل تاني. يعني أنت تحاسب تجار الخمور محاسبة ضريبية؟ يعني أنا بشتغل في محاسب مكتب محاسبة ضريبية، المكتب دوت العملاء بتوعه كل عملائه كلهم محلات الخمور. كثر عليهم الضريب شوية. إيه؟ بقول يعني تعال عليهم حتى يتركوا هذا العمل. تمام، أجي عليهم؟ مش فاهم حضرتك. يعني الضرايب 10 خلاها عليهم 20 30 40 حتى ينفروا عن هذا العمل. لا لا لا، ده هنا في قانون، أنا عايش في أمريكا، قانون مش قانون. أيوه 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 أيوه. بس أنا تركت الشغل عامة يعني، بس أنا كنت طيب الحمد لله. أنا بوقف حضرتك، حاولت أبعت الفتوى لحضرتك كتير. الحمد لله الحمد لله. الخيرة فيما اختاره الله. الخيرة فيما اختاره الله. سؤال آخر؟ سؤال تركة، توزيع تركة. أيوه. سؤال خاص بحاجة، يعني لو هنفترض إن في بيت خمس أدوار، الأب اللي توفى بنى الدور الأول والدور الثاني من ماله الخاص، أما الأدوار الثاني الثالث والرابع والخامس كل ابن من الأبناء بنوب بتكلفته يعني من جيبه هم. هذه قضية تنظر عن قرب، ينظر فيها أهل الديانة مع أهل الفهم بالعقارات والأعراف السعيدة في البلاد. السلام عليكم. نعم. هو بس هو الموضوع كله كان فيه خلاف، يعني الخلاف كان طيب. أنا لا أستطيع يعني عفوا أنا لا يعني لا أستطيع أبني يا حبيبي حبيبي الكريم أخي الكريم، لا أستطيع أن أفتي غيابيا، هذه قضية لازم نسمع الأطراف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لنا طلب وسؤال يا مولانا. نعم؟ لنا طلب وسؤال. اطلب وسل. عايزين كلمة من حضرتك لأصحاب العمل في القطاع الزوار، هم بيأمروا الموظفين بتوعتهم بالشهادة الزور. عفوا، أصحاب العمل في القطاع إيه؟ في القطاع الخاص، في الشركات الخاصة. يأمروا من؟ الموظفينهم بشهادة زور. لا يطيعهم شهادة الزور من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. تمام مولانا. والسؤال مولانا، احنا لنا موظف شاك الشركة واحنا عارفين انه ليه حق، هل يجوز الصمت؟ والله إن دعيت إن دعاك القاضي للشهادة لازمك أن تذهب وتقول الحق. تمام مولانا، ألف شكر مولانا، دعوتك لنا بالثبات يا مولانا. الله يثبتنا وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير في نعم. سؤال بالنسبة لشهر رمضان، دايما كل شهر رمضان الأئمة بتوع التراويح أحيانا يصلي الوتر ثلاثة وأحيانا اثنين ويسلم ثم يصلي ركعة من غير ما يبلغ المأمومين. والله هذا خلاف الأولى. طب أنا لو صليت مثلا خلفه
ركعتين ويسلم ثم ركعة، وجيت في يوم راح مصلي ثلاثة. أنا نويت شفع أكمل ربعة ثم أصلي ركعة منفرد. لا ممكن تقيد نيتك بنية إمامك، تقيد نيتك بنية إمامك. يجوز ديت أن أنا أقيد نيتي بنية الإمام؟ ورد أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الطريق، وما يعرف الرسول أهل قارن أو مفرد أو متمتع، فقال لبيك إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن اللهم بارك. عشان يعمل زي بالضبط. حسن. افصلوا الكبد. نعم. وأبو موسى كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. نعم. سؤال يا شيخ. نعم. أنا صيدلانية وعندي صيدلية طول السنة بطلع علاج لناس مساكين. الراجل ده مثلا موظف مرتبه أنا عارفة إن هو بألفين جنيه وهو بياخد علاج أصلا بألف جنيه، فأنا بحاسبه إزاي؟ باخد 500 وأقول له 500 خلاص اتحاسبنا فيهم، وفي الآخر السنة بحسب حسابي وزكاتي وصدقاتي من الحساب ده. لا يجوز. لا يجوز. لابد أن تمكني الفقير من حقه. هو مش انت انت ما الآن عفوا ما بيقبلش مالك دخل إن حد يعطيه، وأنا عارفة إن هو يا أختي الكريمة أنت بتكلمي عشان مصلحتك الشخصية. لا أصل هي مصلحتك الشخصية الناس تشتري منك لأنك بتسيبي لهم الفلوس، وهي زكاة مفروضة عليك. لابد أن تمكني الفقير من حقه، وهو بعد ذلك إذا أراد أن يشتري منك اشترى، ما أراد ما أراد. ولو أعطاني حد أي شخص فلوس علميه، قل له سلم الفلوس للفقراء، إن شاء اشترى مني وإن شاء لم يشتروا مني. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا لله سبحانه، فهو أهل لأن يحمد، مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن. لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المقربين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين. ويا ربنا ارفع درجاتنا في عليين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. يا ذا المعارج ارفع درجاتنا، يا ذا الفواضل تفضل علينا، يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا، فأنت للإكرام أهل يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا ربي ورزقا واسعا وكلما طيبا وأخلاقا حسانا ونوايا صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.